السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوت خواتاتي، كديري لبس عليكم بخير؟ هانيين كنراكم مزيانين، نتمنى تكونوا كاع تكونوا بخير وعلى خير في ما كنتو تما كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم جيت ان شاء الله غادي نتقاسم معكم عصير اللي كيجي منعش لذيذ بزاف، انا متاكده مليون في المية الا جربتو هذا العصير هذا غادي تحماقوا عليه، حيت فريمون كيجي واعر في المذاق ديالو، سهل واقتصادي وكيجي خطير كيف ما قلت لكم. نتمنى انكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا معي جميع المراحل ديالو. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا كيف ما العاده، ما نساوش الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايضا اخواتي ما تنسونيش بواحد اللايك على الفيديو، وانتم كتفرجوا ولا كنتوا الاول مره كتشاهدوا الفيديو ولا كتشاهدوا القناه، فكنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. ما عليكم غير تشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد. ندوز المكونات والطريقه مع بعضياتنا. فبسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات، المكونات اللي هما بساطين بزاف، غادي نحتاجوا هنا ان شاء الله واحد الحبه ليمون او الحامض، ايضا عندي هنا جوج حبات ديال التفاح، يعني هادو هما المكونات اللي كنحتاجو في هذا العصير هذا اقتصادي، يعني بكميه اللي قليله من الفواكه وكتحصلوا على واحد الكميه كثيره من العصير. فندوزوا الان للطريقه. كناخذوا هنا واحد الحكاكه يدويه وكنحكوا داك القشره الصفراء، يعني داك القشره اللي كتكون على برا، ما كنلحقوش القشره البيضاء، فقط القشره يعني الصفراء هي اللي كنحكوها. هانتوما بهذا الشكل هذا كما قلت لكم، غير داك القشره الصفراء اللي كتكون على برا. من بعد هنايا غادي نضيف عليها واحد 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده او سكر الخشن، يعني على هذه القشره ديال الحامض 3 ديال المعالق كيجيو هما هذوك في الذوق. يمكن لكم الى عزيز عليكم الحلاوه بزاف تزيدوا في السكر ولا تنقصوا، المهم كيبقى لكم على حسب الرغبه ديال كل واحد وذوقه. فانا كندير 3 ديال المعالق، كيجي هو هذاك في الحلاوه كيف ما قلت لكم، ما كيجيش حلو بزاف وايضا ما كيجيش يعني نقص الحلاوه. غادي نحاول انني نحرك مليح داك السكر مع داك القشور ديال الحامض، وغادي نزيد هنا واحد الاضافه اللي كتعطينا البنه لهذا العصير. راه كيجي واحد العصير منعش واعر بزاف المذاق، كما قلت لكم انا متاكده 100% الا جربتوه غادي ينال اعجابكم بزاف ان شاء الله، حيت كيجي لذيذ بزاف. فغادي نضيف هنا هاد العلبه ديال الياغورت بالنكهه ديال الفاني، يمكن لكم توضعوا ايضا بالنكهه ديال البنان على حسب اللي متوفر عندكم. صراحه انا جربتهم بجوج بهم كيجيو زوينين، المهم اللي كان عندكم ديروه هو هذاك كيجيو بجوج بهم صراحه زوينين بزاف، هي ديال الفاني كيف ما استعملت انا، هي ديال البنان. بعد ما كنوضعوا داك العلبه ديال الياغورت كنحاولوا اننا نحركوا مليح داك المكونات مع بعض، وغادي نخليه واحد المده تقريبا ديال 10 دقائق حتى كيطلق داك القشور ديال الليمون يعني في هاد المكونات هادو. عاد غادي ندوزو ان شاء الله باش نطحنوا هاد العصير ديالنا. بعد ما كتمر 10 ديال الدقائق يعني حتى كيطلق داك القشره ديال الليمون النكهه ديالو، كندوز هنا وكناخذ داك الحبه ديال الليمون اللي حكيناها عفوا داك القشره اللي على برا وكننقيوها. نحاولوا اننا ننقيوها مزيان ونحيدوا لها ايضا حتى هذه القشره البيضاء اللي كاينه على برا بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا في الصوره. ومن بعد غادي نقطعها دوائر بهذا الشكل هذا. من بعد ما كنقطعوها دوائر كنحيدوا داك العلفه اللي كاينه في الوسط ديالها، حتى نسيتو شي علفه ماشي مشكل، يعني غادي نطحنوا العصير ديالنا في الهشوار، راه ما كتطحنش العلفه كيف ما كنقول لكم دائما. ايضا هنا كناخذ داك جوج حبات ديال التفاح وكننقيهم وكنقطعهم بهذا الشكل، راه ما كنقشروش يعني كنخليه به بالقشره، فقط كنحيد له داك العلفه ديالو وكنقطعو بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للتفاح حاولوا تستعملوا هذه النوعيه اللي استعملت انا، يعني هذه النوعيه ديال الخضره، صراحة المذاق ديالها كيتواتى مع الحامض وكيجي المذاق زوين ومنعش ولذيذ حسن كاع من التفاح الاحمر. من بعد ما كنوضعوا التفاح ديالنا ايضا كنوضعوا داك الحبة ديال الحامض، من بعد ما قطعناها دوائر ونقيناها من العلفة بطبيعة الحال، وكناخدوا الخلطة ديالنا ديال الياغورت والنكهة
او قشور عفوا ديال الحامض و3 ديال المعالق ديال السكر وكنضيفهم كيف ما سبق وذكرت معكم. كنخليهم لمدة ديال 10 دقائق حتى كيطلق، يعني هاد القشرات ديال الحامض كيطلقوا لنا في داك الياغورت وكيجي واحد العصير اللي هو واعر بزاف نكه يعني بالحامض، وراه ما كيجيش حامض. بالنسبة للأخوات اللي غادي يقولوا لي أن العصير كيجي حامض ولا، راه ما كيجيش حامض بصفة نهائية، فقط كتجي ديك النكهة ديال الحامض، واحد المذاق كيجي واعر بزاف. من بعد ما كنوضعوا داك الخلطه هنا كنسدو على الهشوار ديالنا وكنطحنوا مزيان هاد المكونات مع بعض لمده ديال دقيقه ما كاملاش. وحنا كنطحنوا، من بعد ما كنطحنوا غادي نحيد داك المغلقه ديال الهشوار كيف ما كتلاحظوا معايا في الصوره هانتوما، وغادي نضيف الان لتر ديال الماء. فانا وضعت سيترون في نفس الاناء عفوا اللي كانت عندي فيه داك الخلطه، يعني كنشلوه ما نخليوش هكا داك الياغورت وداك القشور ديال الليمون، وكنضيفو في الهشوار كما قلت لكم لتر ديال الماء. كنوليو تاني نسدو الهشوار ونوليو نطحنو المره الثانيه لمده ديال دقيقه ما كاملاش هانتوما. من بعد ما كنطحنو كنحيدو داك المغلقه، ايضا كنحيدو داك السكين ديال الهشوار، وكناخدو هنا واحد الصفايه وكنصفيو العصير ديالنا. ضروري ما تصفيوه على حسب يعني التفاح ديالنا، يعني ما كنحيدولوش عفوا القشره، وحتى بالنسبه للليمون حتى هو كيتبقى له يعني داك القشره البيضاء، فضروري ما نصفيو هذا العصير هذا باش نتحصلوا على واحد العصير اللي كيكون زوين وبحال ديال المحلات تماما. هذا هو العصير ديالنا كيف ما كتلاحظوا من بعد ما صفيناه، وشوفوا لي هنا القوام ديالو راه ما شاء الله كيجي واعر كما قلت لكم. نتمنى انكم تجربوه باش تعرفون علاش كنهضر. انا متاكده كما قلت لكم الا جربتوه غادي ينال اعجابكم بزاف، غادي يحمقكم هذا العصير حيت فريمون كيجي واعر في المذاق. فنتمنى من خوتي خواتاتي تجربوه وتردوا عليا. نتمنى الا جربتوه عجبتكم الوصفه تبارطاجيوها مع خوتكم صحابكم مع كاع الناس اللي كتعرفوا، فضلا وليس امرا. الى كنتو جداد اول مره كتشاهدوا الفيديو ولا كتشاهدوا القناه، كنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، معكم غادي تشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم تعرفكم الزوينه المحفزه على الفيديو. وهذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى انها تنال اعجابكم وتعتمدوا هذا العصير هذا في الشهور ديال رمضان وحتى في الايام العاديه. راه واحد العصير اللي كيجي منعش وواعر بزاف خطير في المذاق. الى باقي كتشاهدوا الوصفه حتى دابا كنقول لكم شكرا بزاف على حسن المتابعه، والسلام عليكم مع فيديو جديد وصفه.